كان وليد صلاح الدين واحمد الكاس. طب سريعا جدا معلش انا اسفه، في حد حابب بس يسلم عليك دلوقتي واحنا في البيت الكبير. اه اتفضل، هو معاك على التليفون دلوقتي. ألو. هي معاك على التليفون دلوقتي. هي معاك على التليفون. مريم. ايوه ازيك يا مريم؟ عامل ايه هناك؟ بنتك؟ اه مريم. مريم ازيك؟ سلمي على كابتن هاني. لا تمام ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بابا منورنا اهو على الشاشه. ايوه منور طبعا، منور منور والله العظيم التلفزيون. اه عندك سلام يا حبيبتي. سلامي حبيبتي يا مريم، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا مريم؟ سلمي على طنط. طيب سلمي على طنط. طنط لا لا هزعل. لا طنط دي هتوديني في ده. قول حاجه. لا طنط ايه يا مريم؟ لا لا سهام يا حبيبتي الكلام ده. لا 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 اوعي. كام سنه هي؟ كام سنه هي؟ عندي 17. 17 سنه ما شاء الله عليك يا حبيبتي. انت في الجامعه دلوقتي مش كده؟ لسه رايحه. لا انا في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي؟ ثالثه ثانوي. اه والله. اه ما شاء الله عليك يا حبيبتي. رسمت ازاي؟ اه مثلا. لا منوره طبعا القناه ومنوره البيت الكبير. و بابي عامل معاكي ايه في البيت؟ كويس الحمد لله. عايزك تخشي كلية معينة إن شاء الله؟ أنا عارف الجاية السنة الجاية ثانوية عامة إن شاء الله. أنت شايف فيها إيه يا أحمد؟ شايف قدراتها إيه وشايفها رايحة فين؟ والله إن شاء الله تتوفق. بس كابتن هانية طبعا نفسك تكون إيه؟ مريم حبيبة قلبي، أطيب قلب في الدنيا. ربنا يخليها. طيبة قوي قوي وبتحب الخير جدا وحاجات كويسة قوي فيها يعني. أه وطيبة قوي يعني. فأتمنى لها طبعا التوفيق طبعا، وأشوف إن رغبتها إن شاء الله يعني بتحب الإنجليزي قوي. يا رب تبقى ان شاء الله انجليش باذن الله. يا رب تتوفق يا رب ان شاء الله. ادب انجليزي ولا حاجه تتوفق يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي تتوفق يا رب. اه وهي شاطره الحمد لله، شاطره كويسه يعني الحمد لله. صح يا مريم؟ ايه بقول ان انت شاطره صح ولا لا؟ اه طبعا. يعني عايزين مجموع كبير يا مريم. ان شاء الله. قولي بس ان شاء الله يا حبيبتي تتوفق يا رب، تحقق اللي انت بتتمنيه يا مريم ان شاء الله. مريم احمد نخله، شكرا ليك يا حبيبتي. نورتينا يا مريم. كابتن احمد انت كمان.